بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفنا بالفيديو السريع، اليوم موجود بجزيرة النخلة. أنا اسمي أحمد، اللي بيتابعني أول مرة قناة الأوس موجود بجزيرة النخلة بمشروع عزيزي مينا، معي بنت هاوس. مثل ما عم يظهر معنا هون المدخل الرئيسي للبنت هاوس، وعم يظهر معنا هون الصالون. مساحة البنت هاوس 10228 سكوير فيت بالكامل، مساحة داخلية 3000 سكوير فيت، عبارة عن 3 غرف نوم، عن 5 حمامات، مع غرفة خادمة، مع ليفينج روم، مع بول، مع تراسات. أنا اسمي أحمد، يلي بتابع القناة أول مرة قناة الأوس، وهي أرقام الواتساب اللي عم تظهر معكم لأي استفسار بخصوص هذا العقار أو أي عقار تاني موجود عندي بدبي. طلعنا على التراس وعم نشوف التراس هون مع إطلالة 360 درجة على جزيرة النخلة. عم نشوف هون التراس مع البول. طبعا جزيرة النخلة معروفة من أفخم المناطق الموجودة بمدينة دبي. وعم نشوف هون الإطلالة مباشرة على منتجع الأنتارا، كمان صورناه وخدمناه بفيديوهات. عم نشوف شكل البنت هاوس مع المسبح. وعم نشوف هون الإطلالة بالكامل على جزيرة النخلة مثل ما ذكرنا. سعر البنت هاوس حاليا بالسوق العقاري 25 مليون درهم إماراتي. حنشوف كمان الإطلالة من زاوية مختلفة. كمان هون عم نشوف تتمة جزيرة النخلة مع المشاريع المحيطة فينا، ومشروع عزيزي مينا كمان نحن خدمناه بغرفة وصالة، بغرفتين وصالة، وبثلاث غرف وصالة. بأعلى الشاشة عم يظهر معكم الرابط الخاص بالوحدات الموجودة ضمن عزيزي مينا. طبعا تسليم فوري، مساحة كتير كبيرة مثل ما عم تظهر معنا. وعم نشوف هون التراسات، مجموع التراسات الموجودة ضمن هذا البنت هاوس. مثل ما ذكرنا موجود معنا 3 تراسات بالإضافة للتراس الكبير. مثل ما ذكرنا كمان المساحة الداخلية 3000 سكوير فيت. وبرجع بذكركم بالاشتراك واللايك للفيديو حتى يظهر بالمقترحات أكثر. أي مشروع أو أي منطقة حابين نقدم لكم إياها بمدينة دبي كمان ممكن تكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات. أرجعنا لهون على الصالون، والمساحة مثل ما عم تظهر معنا كتير كبيرة من ضمن الصالون. عم نشوف الإضاءة وعم نشوف التكييف المركزي. هندخل هون على المطبخ، والمطبخ مثل ما عم نشوف له مدخل من غرفة الخادمة، باب من ضمن الصالون. عم نشوف كمان له مخرج مباشرة على التراس للتخديم. وعم يظهر معنا هون مساحة المطبخ، معمول من خشب الهاي كلوز. على ايدي اليمين مباشرة هي هون غرفة الخادمة. غرفة الخادمة طبعا من ضمن حمام الخاص، وعم نشوف الإطلالة الخاصة بغرفة الخادمة، كمان إطلالتها كتير حلوة. مساحة الغرفة مقبولة، وعم نشوف هون الحمام الخاص بهي الغرفة. عم نشوف هون الحمام، حمام الجيست. قدمنا الصالون مع غرفة الخادمة مع المطبخ مع حمام الجيست مع التراس مع البول. حنشوف الممر الخاص بغرف النوم اللي هي عبارة عن 3 غرف نوم ماستر. هنبتدي هون من الغرفة رقم 1، مساحتها كتير كبيرة مثل ما بتظهر معنا. وعم نشوف هون الخزن الجدارية، وعم نشوف هون مساحة الغرفة طبعا كمان إلى التراس الخاص فيها. مثل ما ذكرنا المساحة الداخلية للبنت هاوس 3000 سكوير فيت، مساحة الكلية 10228 سكوير فيت. طبعا مشروع عزيزي مينا معروف بضمن جزيرة النخلة، وقريب على منتجع انتارا. وعندي هون الحمام الخاص بهي الغرفة. عم
عم شوف هون البانيو معمول كمان بطريقة كتير حلوة من السيراميك والتفاصيل كتير حلوة ورايقة. حنطلع نشوف بقية الغرف. عم نشوف هون الممر الخاص بغرف النوم. عندي هون الغرفة رقم 2 كمان مساحتها مقبولة، وعم نشوف خزن جداري على ايدنا اليسار، وعم نشوف هون مساحة الغرفة بالكامل. طبعا تسليم فوري. عم نشوف هون الحمام الخاص بالماستر رقم 2. طبعا الحمامات متشابهة مع مساحة الغرف تقريبا متشابهة. برجع بذكركم كمان عنا شقات للأجار بمدينة دبي، لأي حدا محب يستفسر ممكن يتواصل معي عن طريق رقم الواتس أب، وموجود بأول تعليق وموجود بصندوق الوصف أو الديسكريبشن. عندي هون الغرفة رقم 3 وهي الأخيرة بهذا البنت هاوس، وعم نشوف هون المساحة بالكامل. طبعا من ضمن تراس كل الغرف النوم من ضمنهم تراس خاص فيهم، ومن ضمن الصالون كمان في تراس مساحته كتير كبيرة من ضمنه جاكوزي والمسبح. عم نشوف هون الدريسنج الخاص بهي الغرفة مع الحمام الخاص فيها. هيك بالحالة خدمنا البنت هاوس بكل تفاصيله، من الصالون، من مطبخ، من تراس، بنبول، من غرف النوم، من الممرات. وهي ارقام الواتساب الخاصة، فيني لأي استفسار. وهذا هو كان البنت هاوس الموجود بجزيرة النخلة، بالتحديد بمشروع عزيزي مينا. شكرا للمشاهدة، وان شاء الله بشوفكم بمشروع جديد وعقار جديد ضمن مدينة دبي. شكرا للمشاهدة، ولا ننسى اللايك.